ابراهيم سمير مخرج مسرح وزارة الطاقة والشباب. الشباب وزارة الطاقة. بالنسبة لك شنو موقفك من دعوة داعش الشباب دول المغرب العربي لالتحاق بصفوف من الجهاد في العراق؟ أعتقد أنها دعوة أكثر ما يقال أنها غير منطقية، لأن داعش هذه المنظمة الإرهابية التي أرهبت المنطقة الوطن العربي، مجازرها أقوى رسالة لأنها تتنافى الأخلاق والقيم الإنسانية. والشباب العربي والشباب في منطقة المغرب العربي شباب واعي ومتعلم ويعرف مصلحة بلدانه، وأعتقد أن هذه لن تلاقي أي صدم، لأن ما شاهده هذه الرسائل التي ترسلها داعش بالرؤوس المقطوعة وقتل الأطفال وقتل الأبرياء وترويعهم والإرهاب الذي أرسلته داعش، أعتقد أنها لن تلاقي أذانا ساقية، وهذا نتيجة للوعي المتلاحق، نتيجة هذه الثورة، ثورة الاتصالات التي أصبح العالم يعيشها اليوم. ولن تنطلي أكلوبة حملها مش على الدين، لأن الدين الإسلامي براء من قتل الأنفس دون وجه حق. الدين الإسلامي دين الرحمة، جاء دين التسامح، وهذا تشويه الإسلام مقصود. أعتقد أن داعش مسألة وقت سوف تنتهي إن شاء الله، ونرجو أن يريحنا الله منها ومن إرهابها ومن عدوانها على الإسلام وعلى المسلمين.